عبد الله منين؟ من اهل من اهل المدينه. اخبرني احساسكم، ايش صار معكم، ايش تاريخ هذه المنطقه؟ انت من اهل هذه المدينه اللي احنا واقفين فيها الان تحوي تاريخ دارنا بالكامل. المكان اللي ممكن توجه له الكاميرا هذا كان فيه الجامع الكبير اللي انشئ في العهد العثماني الاول في عام 1670. هذا المكان اللي اصبح ركام لم يبقى منه شيء، سوي بالارض، انتهى بشرا وحجرا وروحا في هذه المدينة. هذه القبة وما وراءها كان هناك الكنيسة اليهودي الذي كان في القرن الثامن عشر. ما بعده كان هناك الكنيسة المسيحية أثناء الحملات الفرنشسكانية في بداية الاحتلال الإيطالي. السوق اللي كان هنا موجود يكتر يسار الكاميرا شوية، ما بعد المباني هذه كان فيه سوق أنشئ في العهد التركي، وكان فيه بعض الأزقة والمباني من أيام ما كان الموروسكيون هاربون من الأندلس بعد محاكم التفتيش. هذه المدينة كانت تحوي تاريخ وصلها الإسلام في عام 23 هجري، وصل الإسلام إلى هذه المدينة. هذه القبة الصفراء هناك ترونها، أمامها قبور الصحابة، سيد زهير بن قيس البلوي، سيد عبد الله القيسي، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دارت المعارك هنا في هذا الوادي، واستشهدوا 77 صحابي عند هذا الجامع ودفنوا هنا. هذه المدينة تاريخ ليبيا في مدينة، تاريخ ليبيا كلها تضم جميع أطياف البلاد بالكامل من جميع مكوناتهم. تاريخنا هنا، تاريخنا هنا، بلادنا هنا، مكاننا هنا، مكاننا هنا. هذا المكان اللي دمر فيه الفيضان هو مكاننا. كل ما يخطر على بالكم في تاريخ الإنساني هنا. تبعد على هذه المدينة ما يقرب عن 40 كيلو كان فيه كف لوثر كما يطلق عليه الناس بالعامية، ويقولوا له الوثر. هذا الكهف كان يحوي أحد حواريي عيسى الهاربين بعد صلب المسيح عليه السلام، وقام هناك ووجد هذه المدينة من قبل. أنتم أهل 23 سنة، أنتم أهل هذه المدينة الآن اتضررتوا، وهذه المدينة راحت انتهت، حتى التاريخ الذي تحدثت عنه لم يبقى إلا بالكتب ربما. نحن باقون، لن نخرج منها وسنعمرها. هذه المدينة مرت في العهد العثماني الأول بالطاعون وانتهى ثلثي سكانها، انتهى ثلثي سكان هذه المدينة. نحن باقين فيها، سنرجعها حجرا حجرا، بناية بناية. الناس اللي توفت هذا قدر الله، ما عندناش ما نقول فيه، لكن نحن كسكان هذه البلاد، سكان هذه المدينة تحديدا من جميع أطيافنا باقين فيها. حتى لو بقينا في الخيام باقي فيها، لن نتركها أبدا، لأنها كانت دائما وأبدا هي النقطة الأولى للانطلاق للتاريخ لهذه البلاد، حتى من العبود الغابرة. الآن إحنا نتكلم بالواقع. اسألي أين يسكن الآن، وألا يخشى على نفسه والمتواجدين معه من الأمراض والأوبئة التي هناك تحذيرات كبيرة من انتشارها؟ تفضلي. الآن إحنا نحكي بالواقع، المدينة انتهت، هناك أوبئة، هناك أمراض، هناك جثث متحللة. أنتم مصرين أن لا تطلعوا من هذه المدينة، ما تخافون على صحتكم؟ لا، الأمر مش بهذا السوء، الأمر مش بهذا السوء. أولاً الأحياء اللي تشوفيها وراءك، حي باب طبرك، حي الساحل. أنا أتكلم على هذه المدينة المدمرة. هذه المدينة المدمرة 4 كيلومتر غرب الوادي، مدمرة. غرب الوادي، وثلاثة كيلومتر شرق الوادي، هذه تعتبر المجال الحيوي، المجال الحيوي للمدينة. سترجع بإذن الله. كيف ترجع؟ احكي لنا كيف ترجع؟ سترجع. هل لدي أيضا علم عن عدد سكان تلك المنطقة قبل الفيضان؟ والمدن ورجعت عدد سكان. طيب درنا لن تكون مثل بغداد الذي اجتاحها المغول ورجعت. درنا سترجع إن شاء الله ترجع. الآن 40 يوم المغول 40 يوم دمروا بغداد الحجر والبشر ورجعت. الآن نحن اليوم في الأزمة. كم أنت من أهل درنا؟ قول لي كم أهل درنا، كم عدد سكان أهل درنا بالكامل؟ 120 ألف نسمة. 120 ألف نسمة. كم عدد سكان درنا الذين في 2008 في إحصائيات 2008 سكان منطقة البلاد يقتربوا من 42 ألف. كم عدد سكان درنا اللي رحلوا تقريبيا؟ يعني نقدر نقوله ممكن يوصلوا ل 15 ألف. فرق الإنقاذ الذين التقيناهم أكدوا فرق إنقاذ أخذوا جثث، أكدوا أكثر من 20-30 ألف فرق إنقاذ. نحن نقول إن شاء الله من الفعل وعلى الله الكمال، نقول إن شاء الله العدد
ما يهلبش 15,000 بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. لكن إرادة الشعب الدرناوي موجودة، ممكن بعض الناس أو 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 حتى المشاهدين في العالم ما يحسبوش إن نحن مثلا يعني حنيأس ونمشوا، لا لا مش حنيأس. نحن شوف يا المدينة حنعمروها بإذن الله، ليبيا بالكامل عندنا موجود. نعم، ما يسألني إذا سمحت إذا كان لديهم تنسيق أو معلومات من البلدية، ما نبيش نحكي عليهم، حاول مثلا كل مبنى كان فيه كم شخص وبالتالي يسهل عليهم البحث عن مصراتة، طرابلس، تاجورة، الزاوية، بنغازي، جدابية، المرج، البيضة، ما نبيش نحكي عليهم، ما نبيش نحكي على طبرك. أنا نبي نحكي على ناس في أقصى الجنوب، في تجرهي، طيب، في الأصابعة، في وادي زمتة. بما أنك أنت من أهل هذه الديرة الآن، عندك أي معلومة أو إحصائية ربما من بلدية درنا؟ هذا المنزل اللي إحنا فيه فيه تقريبا 6 غرف، المنازل كلها طوابق، عندك إحصائية كم عدد السكان اللي يسكنون هذه المنازل؟ سكان الحي الأحياء من المنطقة الممتدة تقريبا من بداية حي باب طبرق ما بعد جامع الصحابة بكيلو ونص إلى ما يقارب مدرسة عزوز، بالتقريب بالإحصائيات من 10 سنوات ما بين 42,000 تقريبا، على 42,000، لأن هذا هو المجال الحيوي للمدينة، هذا مجال الحيوي للمدينة. إذا هذا 42,000، راح أجي على رقمك، إذا هذا 42,000، ال 42,000 اللي تتكلم عنه من هناك لهنا ما عاد في أراضي، ما عاد في أراضي، أنا أحكي لك منتهية الصورة، ما في الصورة منتهية، الصورة منتهية، ولكن ما في منازل، ما في منازل، ما في بشر. عايش لولا فسحة الأمل إن شاء الله، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بلادنا قاعدين فيها وحنعمروها بإذن الله، وحترجع بسواعدنا بسواعد الليبيين، كل العالم معنا بإذن الله، ترجع بلادنا، راجعة بلادي، وإن جارت علي عزيزتهم وأهلي وإن ظنوا علي كرم. شكرا مايس، نشكرك ونشكر ضيفك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.